كابتن اسامه، الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لينا جميعا ولجماهير النادي الاهلي. برغم ان النادي الاهلي النهارده مريح مجموعه كبيره من اللاعبين، ورغم الاستعانه بمجموعه كبيره من الناشئين، الا ان الفوارق الفنيه كانت كبيره جدا 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 بين النادي الاهلي والنادي الاتحاد. في فوارق طبعا وضحت في اثناء اللقاء، والرغبه كانت اكتر عند لعيبه النادي الاهلي، وخاصه في الشوط الاولاني. يعني الشوط الاولاني الرغبه كانت اكبر بكتير. الشوط الاولاني تقريبا علي لطفي لم يختبر، طلع كورتين او كره متشاطه كويس قوي في الشوط الثاني من ابراهيم حسن، بقت في محاولات على استحياء للاتحاد الشوط الثاني. ولكن انت من البدايه من الشوط الاولاني انت كنت افضل، اصرارك كان اكبر، حماسك كان اكبر. هي مش فروق فنيه قد ما كان اثبات ذات واصرار من اللعيبه الصغيرين. يعني مش هتقدر اصلك تحكم على الناشئ زي ما انا قلت لك قبل المباراه بانه لعيب كبير. يعني انت في لعيبه في الناشئين اللي لعبوا النهارده لو قيمتهم كلاعب كبير ممكن ما يعجبكش اداؤه، ولكن انت بتقيمه كناشئ واعد. عشان كده علاء قال لك الاستمراريه، يعني هم بذلوا جهد غير طبيعي النهارده، جابوا 3 اهداف جميله، كسبنا بنتيجه مش متوقعه في ظروفنا اللي احنا بنلعب بيها ديت امام الاتحاد في اسكندريه في ملعبه او في برج العرب. يعني كل ده جميل جدا، وفيهم ناس واضح انه ممكن يبقى ليها مستقبل. ولكن النقطه المهمه اللي تبقى في ذهن كل واحد انك انت لسه زي ما علاء قال بالقلم الرصاص. لانه احنا بنقول الكلام ده عن خبرات. النهارده في جهد جدا مبذول، في اهداف جميله، في ناس تتفائل ان هي ممكن تبقى تتحط في ضمن لعيبه النادي الاهلي، الجماهير هتبقى مبسوطه. ولكن احنا كلنا مرينا بالتجارب دي كلاعيبه وكمدربين، سواء في النادي الاهلي او خارج حتى النادي الاهلي. مش القضيه انك تلعب مباراه او اتنين وتعيش عليهم سنين. صحيح. النادي الاهلي ما فيهوش كده، النادي الاهلي فيه مش هيلحق يعيش عليهم سنين نفسه اساسا. بس برافو عليك على يعني اقصد انا بتكلم على داخل النادي، ممكن يبقى في حته ثانيه، بس احنا شفنا ده. يعني في لعيبه طلعوا معانا ممكن ناس تنبهر بيهم وبعدين ماتشين ثلاثه وما تلاقوش في النادي، او اقل من سنه ما تلاقوش في النادي. اللي انا اقصده انك انت اديت مباراه جيده جدا النهارده ب3 اهداف جميله، وفي لعيبه بذلت جهد كبير، سواء طبعا القدام زي عبد المنعم ومتولي وربيعه وديانج وكريم فؤاد ادوا بشكل كويس وروح عاليه جدا. لكن انا بتكلم على الصغيرين، فيهم ناس يعني ايه تقدر تقول عندنا بعض اللعيبه اللي ممكن تبقى اضافه للفريق الاول لما يكتمل بصفقاته الجديده وكل الكلام ده، حتى لو مش في مرحله اولى كاساسيين، بس بقيت عندك ناس قريبه ان ممكن تلعب. فدي مهمه جدا. فعشان كده النهارده فعلا يستحقوا المباراه، ادوا اداء حماسي كبير جدا، ادوا بروح عاليه جامد جدا، 3 اهداف حلوه. ولكن تاني الاستمرارية الاستمرارية الاستمرارية. صحيح. هي دي النقطة اللي لازم الجهاز الفني يعمل عليها، الإداريين يعملوا عليها، اللاعب نفسه بقى كل واحد في دولت يعمل عليها. يعني انت هتقفل النهاردة هيبقى بعد يومين عندك ماتش المصري. صحيح. فلازم تستعد له بنفس هذه الروح وهذا الإصرار. وانا قلت لك مش هتطلب منهم المستحيل، هم النهارده عملوا حاجه ازيد من اللي كان مطلوب منهم. مجرد انك انت عايز تكسب عدد كتير صغير وكمان كسبت بنتيجه كبيره. مظبوط. ده مش في كل مره لازم يتحقق، ولكن المهم ان انا اثبت ان انا لعيب على قدر التيشيرت دوت بالاستمراريه. بالاستمراريه طبعا. هي. ان انا لعيب قد التيشيرت دوت، وان انا اقدر اقول للجهاز الفني عندي وللاداره والناس. صحيح. اللي بتقيم ان انا جدير ممكن جدير ان انا ابقى عنصر من عناصر ال 25 لعيب او ال 30 لعيب اللي هيبقوا قيادين في الاهلي الموسم الجديد. صحيح. عشان اشيله سنوات جايه.
فمبروك ليهم، مبروك للجهاز، لجماهيرنا، لقطاع الناشئين اللي طلع الناس ديت، كل الناس اللي اشتغلوا عليهم من سنين ومن السنين الاخيره يعني كل الناس. وطبعا مبروك لجماهيرنا ان النهارده الحماس الكبير اللي كانوا بيشجعوا بيه دوت، ومبروك لينا كلنا يعني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.